مصر ما قدمتش ترشيح، قد اللي قدم ترشيح هو المغرب. لو برونسي جو ديري 2-0 بو ويداد. دونك هما تيقولوا منطقيا زعما خص يكون الملعب محايد. دابا بالنسبه لي انا رجاوي، ولكن في هذه اللحظه هذه كنا مغاربه، فهمتي؟ فريق الوداد البيضاوي عنده واحد السمعه كبيره. جدل مصري كبير قائم حول قرار الكاف لتنظيم مركب محمد الخامس لنهائي دوري ابطال افريقيا. خرجنا للشارع المغربي باش نسولوا المغاربه حول رايهم على هذا الموضوع، وكذلك باش نسولوهم حول رايهم في حظوظ الوداد الرياضي للتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا في المباراه اللي غادي تجمعهم بيوم الجمعه ضد بترو اتلتيكو الانغولي. نخليكم مع اراء المغاربه. دونك الجدل في انا كيبان لي فيه شويه استصغار للوفاق الصيف والبترو، لان باقي ما تاهلناش، يعني كل شيء ممكن، باقي تقدر توقع شي ريمونتادا وتقصى لاندي دو زيكيب وتولي مساله، تولي مساله زعما كوميديا. لو برونسي جو ديري 2-0 بو ويداد كي فا فوالا كي فا باسي الفينال. بون جو ديري 2-0 بو ويداد سي بون، سي لا ميم شوز، سي باغي كو سا سوا ماروك بيان. L'essentiel, c'est le meilleur qui va gagner de toute façon. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas les spectateurs ou bien c'est les joueurs, c'est le meilleur qui va gagner. إن دولة عربية كلها الحمد لله دولة إسلامية، هذه غير هدرة. أما 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 الفيدراسيون هي اللي تتقرر الأمور، الماتش فين خصو يتلعب، واش في مصر ولا في تونس ولا في أي بلاد. إن بلاد الدول العربية كلها بحال الحمد لله، كنت فرق الحمد لله. يعني لا ما خصوش يكون لا في مصر لا في الدار البيضاء، خصو يكون في السنغال. السنغال راها علنات بانه قالت بان ما مستعداش وفضلت انه يكون في بعيد عليها، يعني خارج الملعب ديال السنغال. وانا في نظري انه الاغلبيه صوتوا لصالح المغرب، ومنهم واحد المدرب حتى هو راه صوت لصالح المغرب انه يكون النهائي تلعب في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. اختي اش غنقول لك، دابا بالنسبه لي انا رجاوي، ولكن في هذه اللحظه هذه كنا مغاربه، فهمتي؟ يعني عندي اصدقاء وداديين وانا رجاوي، وكنشوفوا الوداد هذا العام كاينه ليكيب مزيانه، وان شاء الله مهما الوداد درت 3-1 ليل، يعني هنا بالنسبه للمركب محمد الخامس يعني الوداد غتحقق شي نتيجه ان شاء الله، ويتلقاو مع الاهلي المصري ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق للوداد. واخا انا رجاوي نتمنوا ان شاء الله التوفيق باش نهزوا الرايه المغربيه ديالنا، لان الاهلي المصري دات تقريبا العصبه اكثر شي 10 د المرات، ونتمنوا ان شاء الله الثالثه للوداد. واخا انا رجاوي، وفي هذه اللحظه هذه ما كتكونش رجاوي، كانت تسمى مغربي، ونتمنى ان شاء الله الفوز للوداد البيضاوي ان شاء الله. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.